مرحبا بكم اصدقاء المشاهدين متابعين لعب 12 في الشرقيه، بالتاكيد حلقه جديده اليوم، محور رياضي مهم نتحدث به بعد الفاصل، اتمنى تظلون ويانا. دائما النجاحات والاوسمه والتتويجات تاتي بالالعاب الفرديه، وكنا نعرف الدول المتقدمة بالرياضات المختلفة إلى الاهتمام الأكبر يكون للألعاب الفردية، لأنها هي اللي تحقق النتائج والأوسمة بشكل أقل جهد وكلفة من الألعاب الجماعية على المستوى الأولمبي. وبالعراق الألعاب الفردية تحقق النجاحات بدون أضواء وبدون اهتمام، وإن كان هناك اهتمام وأضواء فإنها اهتمامات بسيطة محدودة. آخر هذه الإنجازات العراقية، الإنجاز العراقي الكبير في الكيكوشينغاي عندما استطاع أبطالنا إحراز بطولة كأس العالم في تايلاند قبل حوالي أسبوعين، وبالتالي هذا الفريق حقق إنجاز كبير بإمكانيات متواضعة بإعداد فقير جدا ببنى تحتية معدومة. احنا من واجبنا أنه اليوم نتحدث عن هذا الإنجاز الكبير، عن هذا التواصل، عن هذا العمل الكبير اللي يقوم به الاتحاد، اتحاد هذه اللعبة واللاعبين والمدربين وكل من يعمل بهذا المجال، فبالتالي نبارك لهم هذا العمل ونقول لهم حقكم علينا. صح تأخرنا شوية، لكن لي يعني ضرورات مهمة للأحداث الرياضية بالشارع العراقي. أصدقائي، حلقتنا اليوم مخصصة لنقل هذا الإنجاز وصورته ووضعيته وتسليط الضوء عليه، وأيضا لنقل المعاناة الحقيقية اللي اجت بهذا الإنجاز من صعوبات كبيرة تواجهها هذه اللعبة وكل الألعاب الفردية العراقية. الكيكوشينغاي العراقي أبطال العالم، نتابع. على أرض الوطن حطت أقدام أبطالنا في الكيكوشينغاي محملين بكأس المركز الأول ببطولة العالم التي اختتمت مؤخرا في تايلاند، ومتوجين بالأوسمة الملونة بعد أداء وانتصارات شهد لها القاصي والداني. المسؤولون أكدوا أن هذا الإنجاز ارتبط بسلسلة سبقتها على المستويين العربي والقاري، وأن اللاعبين دائما ما يكونون على قدر عال من المسؤولية، فيما بيّنت الملاكات الفنية أن الإعداد لهذه البطولة الكبيرة كان ذاتيا في العاصمة العراقية بغداد، ولم يكن بالمستوى أبدا، لا في المنهج حتى ولا الإمكانات. أما نشاب الفنون القتالية فعبروا عن فرحهم الغامر بعد النزالات التي خاضوها وتألقوا فيها، بعد هيمنتهم على الميداليات وسطوتهم عليها في أغلب الأوزان، مطالبين أصحاب القرار بالاهتمام أكثر بالألعاب الفردية لأنها باتت تشكل رقما صعبا في مختلف الاستحقاقات الدولية. برغم الإعداد المحلي، أبطال الفنون القتالية في الكيكوشينغاي يحرزون المركز الأول على العالم في تايلاند، وهو إنجاز كبير يحسب للرياضة العراقية. بغداد للاعب 12 زيد السراج. إذا شكرا لأبطالنا، شكرا لاتحادنا، لاعبينا ومدربينا على هذا الإنجاز الكبير، وبالتأكيد العمل بهكذا ظروف صعبة بهكذا بنى تحتية يعني أصلا غير موجودة يتطلب الكثير من الجهد والعمل لتحقيق نجاحات كبيرة. المسؤولين عن هذه اللعبة ومن يعني انبرى لتحمل مسؤولية هذه اللعبة محققا هذه النتائج الكبيرة، اتحدث للشرقية وللاعب 12 عن هذا الإنجاز وعن هذا العمل. نتابع الآن في هذه التصريحات، وبعدها إذن راح نسمع رأي أهل الخبرة وأهل القرار، نتابع. أستاذ، بعد هذا الإنجاز الكبير اللي حققه أبطالنا بالفنون القتالية، دعم الوزارة يعني هل سيستمر لهؤلاء الأبطال؟ حقيقة نحن مسرورين جدا بالنتائج اللي حققها فريق نادي البيئة، وهو من الفرق الفتية. معالي وزير البيئة الدكتور قتيبة إبراهيم الجبوري رئيس الفخري للنادي يولي هذا النادي رعاية واهتمام خاص منذ تسنمه قيادة هذه الوزارة.
النتائج اللي حققها النادي هي ليست بجديدة. العام الماضي أحرز المركز الأول لبطولة القاعات المغلقة لفريق كرة القدم. نعتقد بأن هذا الإنجاز إنجاز كبير جدا، يضاف إلى الإنجازات التي تحققها الوزارة في مسيرة عملها المهني. نعتقد هذه الطاقات الشابة وجدت المكان الصحيح، وإن شاء الله ستكون تحت رعاية وإشراف مباشر. وجهنا معالي الوزير بتذليل كافة المصاعب اللي تعترض سبل تطوير هذا النادي. إنجاز فريق الكيكو شينكاي من كنتائج فرقية أحرز المركز الأول على مستوى العالم، مشاركة 43 دولة عريقة وكبيرة بإمكانياته، يؤشر إلى مستوى التحدي الكبير اللي يحمل هؤلاء اللاعبين اللي عانوا من صعوبات كبيرة أثناء تنقلهم من بغداد وصولا إلى بانكوك. نعتقد بأنه هذا هو الإصرار والتحدي العراقي. أفضل رسالة نوجهها لقوى الظلام والإرهاب بأن العراقيين باقين ومستمرين بالحياة وستغلبون بإذن الله. أستاذ، لو تحدثنا عن معاناة قبل السفر، الإعداد المحلي، وبالتالي إنجاز كبير للرياضة العراقية. حقيقة شارك فريقنا فريق نادي البيئة الرياضي اللي يضم أغلب لاعبي المنتخب الوطني ببطولة العالم المقامة في تايلاند بمشاركة 47 دولة. كان هناك معسكر داخلي، ما أخفي كسر، كانت هناك معاناة بالمشاركة، معسكر داخلي شهرين ما قدرنا نطلع الفريق خارج العراق بسبب ظروف مالية اللي ملمة بأغلب أندية العراق، إلا أنه استطاعوا الشباب بفضل الله عز وجل المشاركة وإحراز المركز الأول بمجموعة 13 ميدالية مختلفة ما بين ذهبية وبرونزية وفضية. نافسنا كبار الفرق، نافسنا أغلب الأبطال العالم، والحمد لله أبطال العراقيين وضعوا بصمة قوية في عالم الكاراتيه كيكوشينكاي. هذا مو الإنجاز الأول، لدينا إنجاز سابق في أرمينيا السنة الماضية، حصلنا على الثاني على العالم، واليوم حصلنا على أول وجبنا الفرحة والكأس والبطولة إلى عراقنا الحبيب. كلش باسم المنتخب وباسم نادي البيئة، نادي البيئة الرياضي، شاركنا باسم نادي البيئة الرياضي. مشكورة وزارة البيئة التي دعمت هذا الإنجاز بإيفاد الفريق المنتخب الوطني إلى تايلاند. 12 لاعب لدينا، 12 لاعب لدى 13 لاعب الحمد لله شاركوا بها بإذن الله تعالى. الفضل لله عز وجل، الإنجاز كان رائع. كل الشكر والتقدير للدكتور قتيبة الجبوري وزير البيئة المحترم، رئيس النادي الفخري، أعضاء الهيئة الإدارية جميعهم، وجميع المشاركين بهذا الإنجاز من أعضاء الهيئة الإدارية وكذلك الكادر التدريبي مشكورا، وأعضاء، وكذلك لا ننسى الاتحاد المركزي للعبة الذين لم يكتفوا بدعم الفريق منذ اللحظات الأولى وصولنا إلى تايلاند. بالتأكيد إنجاز كبير وعمل أكبر ينتظر هذه اللعبة وهذا الاتحاد والألعاب الفردية بشكل عام، حتى يعني نتابع الموضوع بشكل أدق وبتفاصيل مهمة. يسعدنا ويشرفنا ينضم إلينا عبر التلفون من بغداد السيد عمار وهيب، رئيس الاتحاد العراقي للكيكوشينكاي. سيد عمار، بداية مرحبا بك، مشرفنا ومنورنا أولا بالشرقية وباللاعب 12، وثانيا مبروك هذا الإنجاز الكبير اللي تحقق على أيديكم للعراق. ثالثا يعني اعذرونا شوية تأخرنا بالتغطية، لكن يعني هذا وعد ونفذناه لكم. سيد عمار، حقيقة إنجاز كبير، لكن إنجاز إجا من صعوبات كبيرة وأمور معقدة تمر بها هذه اللعبة ويمر بها اتحادكم، أريد نعرفها لو سمحت. بداية الله يبارك لكم وشكرنا لتقديرنا لقناتكم الموقرة اللي دائما تواكبنا وتسلط الأضواء على الأنشطة العراقية وعلى كل إنجازات العراق طبعا. يعني شكر خاص لقناة الشرقية على هذا الموضوع، وهذا نعتبره دعم خاص لكل رياضينا اللي بالعراق. حقيقة أنتم الجهة الساندة والأساسية اللي تسلط الضوء، يعني حتى الوسط الرياضي يعرف شنو اللي يصير، مثلا شنو الفرق اللي تطلع، شلون يتمثل العراق بأي تمثيل. حقيقة هاي البطولة هي كانت بطولة عالم الفنون القتالية. الكيوكشن كانت تحت إشراف الاتحاد الدولي، تم إقامتها في تايلاند بانكوك. العراق شارك بوفدين، وفد نادي البيئة الرياضي اللي يضم تقريبا أغلب عناصر لاعبين منتخب الوطن العراقي. الوفد الآخر اللي هو أيضا مثل الاتحاد. نجينا القسم الآخر من اللاعبين مع كادر إداري وكادر تدريبي. تعرفون أنه الوضع المادي البلد يمر به وخاصة الاتحادات الرياضية وضع يعني سيء جدا. حقيقة يعني اضطرينا نستعين يعني عذرا على هالكلام. يجوز ما يجوز أنا أقول هالكلام هذا، لكن فرق إذا كان النادي أو إحنا، يعني اضطرينا حتى يعني نتداين ونطلع بهاي البطولة حتى ما نخلي فراغ. من تداينتوا سيد عمار؟ من تداينتوا؟ نعم، من تداينتوا؟ من تداينتوا؟ يعني ما أريد أن أخوض الموضوع هذا. لا يعني أنا قصدي أشخاص لو مؤسسات. أشخاص لو مؤسسات. والله اسمعني، إحنا اسمعني، أنت تعرف إنه الصرف ما موجود بالعراق. يعني إحنا كنا أمام خيارين،
هل انه نترك المشاركه ولا نعرف انه العراق هو صاحب الدوري الاكبر بهالبطوله؟ طيب نضحي كل ما عندنا خلينا نقول نقدم اجتهاداتنا وعلاقاتنا الشخصيه. فالمهم ما خلينا هذا الموضوع يعني يفوت حقيقه. نعم. لانه اساسا احنا العراق على فكره يعني احدى الانجازات اللي عدا البطوله يكفينا فخره انه من العراق اختاروا 6 من افضل 14 واحد اللي هم اللجنه المنظمه لبطوله العالم. نعم. ماشي. فاحنا يعني لازم نكون موجودين ويكون وجودنا يعني والله العظيم لحد اخر لحظه احنا يعني كنا نقاتل على مود الفيزا وعلى مود التيكتات وعلى مود المصاريف. حقيقه الوزاره احنا قابلناها. نعم. الرجل يعني استعداد انه يدعمنا لكن ما كان اكو تواصل قوي والرجل يعني وعدنا خير انه في حال فوز العراق وان شاء الله بالحقيقه هو اكثر من فوز كان عندنا. الفوز الاول هو المنتخب العراقي والفوز الثاني انه فز برئاسه الاتحاد الاسيوي وصار مقر العراق هو اول اتحاد اسيوي يعني احتضن بلدنا العزيز العراق وهذا انجاز انا اعتبره زين. سيد عمار اولا مبروك هذا الانجاز ومبروك هذا اللقب يعني الان انت رئيس الاتحاد الاسيوي ورئيس الاتحاد العراقي للكيكوشينغاي لكن يعني من جانب اخر خلي شوي نفكر اذا احنا ما عندنا مقر وانتم وضعيتكم تعبانه والامور غير جيده ما تشعر بانه من الممكن بعد سنه او سنتين يسحبون من عندنا هذا التكليف وبالتالي يخسر العراق منصبه وايضا نخسر يمكن على مستوى سمعتنا بهذه اللعبه اذا احنا مقر ما عندنا؟ احنا حقيقه بدون دعم حكومي ودعم مؤسساتي احنا ما راح نقدر نكمل رجعاتنا مشوارنا. احنا يعني الوصول الى الانجاز وتحقيق الانجاز هو فد شيء قد يكون مو سهل لكن الحفاظ عليه هو الاصعب. نعم. احنا حقيقه قبل ما نسافر لبطوله العالم التقينا بالسيد وزير الشباب والرياضه والرجل وعدنا كل خير وما اخفي عليك يعني وجدنا من عنده نفس طيب جدا وعدنا انه هذا الاتحاد الاسيوي يعني نجح العراق وفاز فيه يعني حيكون لنا دعم معين زين. رجعتوا للسيد الوزير سيد عمار رجعتوا للسيد رجعتوا للسيد الوزير قلتوا له يابا احنا اخذنا الاول على العالم احنا اخذنا رئاسه الاتحاد الاسيوي عنده علم بهذا الموضوع ولا لا؟ احنا حاليا احنا هذا الاسبوع احنا بنكمل التقارير وبنكمل كل الاوراق. نعم. وحنرفعها للجنه الاولمبيه ونرفعها للسيد الوزير ونتامل ان شاء الله خير من الطيبين لان ما معقوله يعني هم المسؤولين عن الرياضه العراقيه ومسؤولين عن انجاز العراقي ومسؤولين عن تطوير الرياضه العراقيه راح يقصرون بهذا المجال، الموضوع اذا قصروا هذا موضوع يعني حيكون بابعاد اخرى، ابعاد. نعم. خطره يعني حنعتبر حقيقه، لانه احنا اليوم كنا لازم احنا نعمل سويه حتى يكون العراق هو المتصدر عالميا، اسيويا، عربيا، المفروض ايدي بايدك وبيد المسؤول والوزير والوكيل وهذا الموضوع كله لازم يقاتلوا قتال حتى انه العراق يكون بافضل صوره. فانت اذا كان بيدك امكانيه انه تساعد لازم تساعد وتقدم، وانت هذا الشيء ما حتقدمه اللاعب او حتقدمه البلد العزيز يعني لا من ناحيه مقر او دعم او كذا الى اخره. ومع ذلك احنا من خلال تواجدنا هناك يعني نسقنا ويا الاخوه بالامارات والاخوه بلبنان والاخوه بايران والناس ابدوا ايضا يعني يتعاونون ويانا بشكل كل كبير وبعد ما عرفوا انه احنا يعني حيكون مدعومين حكوميا او يعني رسميا نقول من قبل الحكومه العراقيه، هذا الشيء انا ما اخفي عليك يعني هو احنا يعني مخلينا باولوياتنا، فان شاء الله تعالى يعني حيكون لنا فالدور على مستوى المنطقه شنو الضمانات سيد عمار؟ يعني مع فوزنا برئاسة الاتحاد الآسيوي وبغداد أصبحت مقر لهذا الاتحاد الضمانات اللي أنت تريد تطمننا إحنا كإعلام وكجمهور رياضي أنه فعلا راح يكون هناك دعم حقيقي على مستوى مادي لهذا الاتحاد الآسيوي حتى نطلع مثل ما نقول بالعامية بياض الوجه قدام من انتخبنا لنكون رئيسا للاتحاد الآسيوي؟ والله انا حقيقه الضمان هو كالاتي، الضمان انه احنا نفترض انه من السيد رئيس الجمهوريه الى السيد رئيس الوزراء الى السيد رئيس اللجنه الاولمبيه او السيد وزير الشباب والرياضه او كل من يستطيع انه هو عراقي ويحب بلده العزيز. نعم. فما معقول انه عراقي ما راح يكون عنده الغيره وعنده الدافع ان يقدم ويطور ويخدم حتى شنو؟ حتى يظهر بلدنا العزيز بافضل صوره ويستمر قياده هذا الموضوع. طيب هناك شغله اخرى حتى ابينها اللجنه الاولمبيه ايضا يعني قبل شهرين اصدروا قرار انه عندها نوع من الدعم في حال انه اي احد يتصدر لرئاسه اتحاد عربي او اسيوي او دولي. حقيقه هاي خطوه مباركه من قبل اللجنه الاولمبيه ومن قبل الكابتن رعد حمودي يعني هاي ايضا شجعتنا وخلتنا حقيقه نخطي هاي الخطوه وعود وزير الشباب والرياضه انه ايضا نفس الحاله ونتامل انه يكون هذا الرجل يعني مثل ما وعدنا لانه احنا فعلا يعني
لمس لي نفس رياضي قوي ونفس انه يقدم ويشتغل ويسوي. يعني حقيقة هذا يعني بدون مجاملة. يبقى الأيام الجاية مثل ما حضرتك هي راح تبين. احنا بس نريد منكم طلب صغير واحد. أمر. الإعلام له دور كلش كبير ومهم. نعم. خاصة قنواتكم خاصة القناة الشرقية. نعم. اللي أترجى أنه يكونوا ويانا متوافقين حتى يكونوا ويانا أول بأول في إذا كان تطورات أو معوقات أو كذا، لأنه احنا من خلالكم نقدر نوصل صوتنا. احنا تحت أمركم، احنا تحت أمركم سيد سيد عمار، احنا تحت أمركم. اي شيء يصير على مستوى النشاط، على مستوى الاحداث، على مستوى النتائج، احنا فقط يعني بلغنا وانطينا خبر والباقي علينا. احنا تحت امركم، انتم اصحاب انجاز واصحاب عمل. طيب والله حقيقه البطوله كانت بطوله رائعه. يعني احنا نتمنى القناه الفضائيه تكون ويانا حتى تغطي شخصيه كلش كامله، لانه حقيقه يعني كانت تصوير كاميراتنا الشخصيه ما كانت يعني كافيه. نعم. باقي اللجنه المنظمه تعرف كسبونسر وشركات، فكانت هي اللي كانت مستحوذه على التصوير. يعني لك لازم نشتري شريط البطوله ولازم ننتظر اسبوع ورا البطوله، فكان بالضبط المواقات. نعم. حقيقه المنتخب العراقي كان يعني والله العظيم يعني اقول لك يمكن مفخره كان اكيد البطوله. يعني عندنا ابطال حقيقه على مستوى عالمي، يعني ان شاء الله ان شاء الله نترجى بهم خير. وعلى هامش هاي البطولة بالمناسبة يعني تم الاتفاق على إقامة بطولة العالم القادمة، حتكون في دبي وأيضا حتكون إن خلينا نقول الجزء الأكبر من التنظيم والترتيب. إن شاء الله إن شاء الله تكون موجودين ويانا بإذن الله السنة الجاية يا رب. إن شاء الله إن شاء الله أكيد أكيد إحنا موجودين. سيد عمار بالتأكيد يعني هذا الإنجاز الأول على العالم، وقبلها بأرمينيا أيضا إنجاز كبير، يعني ما أجى بشكل عشوائي، هناك عمل هناك تنظيم. ما الذي ينقص اتحادكم حتى يكون الإنجاز أكبر إن شاء الله في دبي السنة الجاية ويكون تطور اللعبة واضح ومبين؟ على فكرة أنت أسئلتك فنية ومهمة جدا. يعني الله يسلمك. احنا بالنسبة لنا كاتحاد الحمد لله يعني جبنا ناس أخصائيين وأساتذة كلية التربية الرياضية اللي هو دكتور جليل وأستاذ محمد اللي هم اختصاص خلينا نقول التنسيق المناهج التدريبيه واللي يشوفون على المناهج مال كل المنتخبات الوطنيه. اضافه لا بس علينا احد الاخوه الاعزاء اللي هو استاذ مشهد اللي هو يعني خبير باللياقه البدنيه والتغذيه. نعم. ككادر تدريبي دولي عندنا ما عندنا كل مشكله. كامكانيات بشريه وكابطال وكلاعبين يعني الحمد لله يعني يشار لنا بالبناء بطولة اسيا وشرق اوسط. احنا هسه لحد الان شهر الثالث وعندنا 3 بطولات. شهر الثاني شاركنا بطولة آسيا واخذنا بها ثاني على آسيا، وشاركنا بطولة الشرق الأوسط اخذنا بها ثالث، والعالم اخذنا بها أول. نعم. الحمد لله يعني كوادر، لكن عندنا المشكلة الرئيسية حقيقة معوقين أساسيين. الأول هو المعوق المادي، لأنه احنا ما عندنا إمكانية مادية نهائيا، وضعنا صعب 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 بمعنى الكلمة. يعني مثل ما أقول لك إياها. يعني المعسكرات ونفتقر إلى الدورات المشاركات. هذا اللاعب بالمناسبة اليوم اللي أخذ بطولة عالم، هذا لازم خلال هاي السنة وبداية السنة الجاية لازم يخضع إلى معسكرات وإلى لقاءات وإلى عديد خلينا نقول من المباريات التجريبية والدولية حتى يبقى مستمر على وضعه. إضافة لهذا احنا لحد الآن حقيقة ما عندنا مركز تدريبي تخصصي يليق باسم العراق واسم الرياضة العراقية واسم أبطال العالم. احنا مأجرين قاعة حقيقة قاعة بائسة، وهذا اللي يعني هاي إمكانياتنا. وفاتحنا أكثر مرة وزارة الشباب على تخصيص مقار أو على المدارس التخصصية، لكن ما وصلنا نتيجة لحد الآن. نتأمل الفترة القادمة أنه يتم تخصيص على الأقل مراكز تدريبية حتى اللاعب يجي يدرب عنده مقر محترم، مقر راقي، مقر زي سيد عمار. خلينا هاي الأمور المادية احنا نضغط بها على الوزارة، نضغط بها على الأولمبية، سواء عن طريق الإعلام أو عن طريقكم يعني لتحصيل هذه الأمور إن شاء الله تجي. لكن الأهم من ذلك الأمور الفنية القاعدة، هل هناك عمل على مستوى الصغار، على مستوى الفئات العمرية، حتى يستمر تتابع العمل، تتابع الإنجازات، مو بس على مستوى المتقدمين، على مستوى الصغار أيضا؟ احنا ما اخفى عليك يعني كاتحاد قررنا سنه 2015 وضعنا استراتيجيه احنا عمليه. نعم. هذه الاستراتيجيه باذن الله تعالى راح تبدي من 1/5 ويا ريت لو حضراتكم تكونوا المواكبين لنا. ان شاء الله. احنا بلشنا المقر ان شاء الله حيكون عن طريق وزاره الشباب والرياضه، المفروض حيكون منطقه الكراد. هذا الافار راح نعتبره اشبه بمدرسه لتخريج الابطال او اشبه بمشروع البطل الاولمبي او البطل الدولي، لكن ما اخفي عليك حيكون على حسابنا الشخصي او بامكانياتنا المتواضعه. هذا المكان راح نعتمد على الفئات العمريه اولا وعلى فئات الشباب، وحيكون عليه كادر، من اقول لك كادر بمعنى الكلمه، اكاديمي فني متخصص
يعني على مستوى راقي جدا. يبقى ينقصه بس الدعم المادي ومشاركات الخارجيه، يعني احنا نقول خلينا نقول بنيه تحتيه محتاجين او نوع من الدعم المادي اللي ساعدنا في هذا الموضوع. وانا اكد لك وانا مسؤول عن كلامي، وعندي استعداد اكتب تعهد بهذا الموضوع. نعم، خلي يوفروا لنا مركز تدريب تخصصي وبعض الامكانيات الماديه البسيطه، ما اقول لك امكانيات حال كره القدم او باقي الاتحادات. نعم، مثل الملاكمه او غيرها وغيرها. واكد لك سنه الجايه العراق حيكون مو بس بطل بالمتقدم، بطل بالشباب وبالفئات، حتى الفئات العمريه عندنا ما شاء الله كفاءات، ما شاء الله عندنا ابطال، لكن ماذا نقدر نطلعهم؟ ما عندنا امكانيه وين نطلع يعني احنا المتقدمين يعني شك من اقول لك وعايض منك اياها بس اسمعها، خلي اسمعها الاعلام. والله واحد من اللاعبين يعني اضطر يبيع دراجته واللابتوب مالته حتى يطلع يشارك، يعني ما عنده امكانيه. قلنا له يا اللي دبر امره من ينفتح الصرف او احنا نعطيكم اياه. وشو كنت ينفتح الصرف حتى تعوضون؟ حتى تعوضون حتى تعوضون اللاعب ابو الدراجه وابو اللابتوب اللي باعهن حتى يلعب باسم العراق، يلعب منتخب العراق. يعني هذا اكو امل انه يعوض باللي باعه لاجل ان يلعب للمنتخب، واكو امل انه يعني يجازى على هذا العمل الكبير. شوف حقول لك شغله والله العظيم، وهي مو مبالغه ولا هي مثلا للاعلام او غيرها، اقسم لك بالله العظيم كل المنتخب الوطني اللي بيروح ده يلعب باسيا وشرق اوسط وبيلان وبلبنان وباليابان وحتى هاي البطوله الاخيره، والله العظيم الغيره العراقيه وحرصه على بلده، حرصه ان يكون العلم العراقي مرفوع. نعم، صدق بالله العظيم هذا الهدف الاساسي وهذا العامل، خلينا نقول يعني ما ابدا ابالغ ولا بالله 50% عامل فوز كان لنا. فاحنا الحمد لله لاعبين يعني يكفي هذا النفس الوطني اللي هو يعتبر نفسه انه هو تخوض معركة من أجل بلده، إنه لازم يفوز، لازم يكون العراق إلى حصة الأسد في هاي البطولات وهاي المعسكرات. فإن شاء الله هذا النفس يكون موجود ودعم الحكومة إن شاء الله نتمنى يكون، خلينا نقول ولو بسيط، إحنا مقدرين ظرف البلد المادي. نعم. وتعرف إحنا نعيش بحالة حرب ويا الإرهاب وغيره، ونتمنى إنه العراق ينتصر بكل أسدها الرياضية والعسكرية والاقتصادية والعلمية والإعلامية طبعًا أهم شيء ديوانتو. أكيد أكيد. سيد عمار أخيرًا ما أرد يعني نشكرك على وقتك. يعني اخيرا قاعده المدربين، استراتيجيه البناء المقبله لهذه اللعبه خاصه بعد هالنتائج بالتاكيد مسؤوليه كبيره. يعني العمل بالمرحله الجايه كله مرتبط بالميزانيه وبالفلوس وبالاموال، وانتم عندكم اهداف يعني متاثره بغياب الاموال لكنها يمكن اهداف سهله التحقيق او نقدر نحققها. احنا بالنسبه لنا بعد حصولنا على رئاسه اتحاد اسيا، بعد حصول العراق على مركز دوري بطوله العالم، احنا ما ممكن نوقف في مكاننا بعد، ما ممكن. فراح نبني استراتيجيه جديده اللي هي تطور المدربين، تطور الفئات العمريه، تطور حتى نوعيات المدربين، وراح نحاول ندشهم دورات داخليه وخارجيه واستضافه خبراء، اضافه للاستعانه بكوادر اكاديميه. نعم. من اخوتنا الاساتذه في التربيه الرياضيه وغيرهم. احنا قلت لك يعني لازم يكون عندنا فد اهداف وفد خطط استراتيجيه مستقبليه حتى نبلش بهذا النظام، حتى نكون الافضل او على الاقل نقول نحافظ على اللي حصلنا عليه ونستمر نتقدم للامام ان شاء الله. وهذا الموضوع احنا مستمرين فيه سواء اكو دعم او ما اكو دعم، احنا بالنسبه لنا نشتغل بلدنا لاتحادنا وللعراق. بارك الله بكم. اعطونا دعم، الله يبارك فيك، اعطونا دعم، احنا مستمرين بعملنا، ما راح ننتظر ولا لا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الكل موجود، الكل يدعمكم، الكل يوقف وياكم، الكل يسمع كلامكم. السيد عمار وهيب رئيس الاتحاد الآسيوي والعراقي للكيكو شنغاي، كل الشكر لكم، ألف مبروك هذا الإنجاز، ألف مبروك فوز العراق برئاسة الاتحاد الآسيوي. ويعني إن شاء الله اللي يقدر يساعدكم على قد إمكانياته وقدراته، أتكلم على مسؤولي الرياضة بالعراق من الوزارة من الأولمبية، يساعدكم لأنكم حقيقة أصحاب إنجاز وإنجاز كبير. أيضا مجموعة أخرى من المختصين اللاعبين والمدربين تحدثوا عن هذا النصر الكبير لهذه اللعبة على مستوى العالم بالنسبة للعراق. نتابع. كابتن، فنيا شلون مستوى المنتخب العراقي بعد هذا الانجاز الكبير في بطولة آسيا الكيكو شنغاي؟ والله بالنسبة للمنتخب العراقي انت تعرف عدد الدول المشاركة 47 دولة، والعراق اخذ اول من اصل 47 دولة مشاركة، فاعتيادي يكون يعني مستوى الفني جيد جدا، لو ما مستوى فني جيد جدا ما وصل للمستوى. كم لاعب عند المشاركين؟ بحدود 18 لاعب. شنو الأوسمة اللي جابوها؟ خمسة تقريبا ذهبيات وأربعة فضيات وثلاثة برونزيات. كابتن، برغم الإعداد المحلي نشاهد يعني أبطال في مختلف الأعمار ومن ضمنها حفرتكم الماستر، تحدثنا عن البطولة، مشاركتك، المركز اللي حققته. والله احنا كان إعدادنا إعداد مثل ما يقول ذاتي، أو على محاضرتك محلي،
والحمد لله اشكر، رغم ان العزيمه اللي عندنا والصرا اللي عندنا والغير اللي عندنا اللي هي اللي خلت ان نحصل هاي المراكز المتقدمه ونوصل بها، وبطوله كانت كلش قويه وبطوله عالم حسب اللي يدري العلم عند العلم الجميع انه بطوله عالم دائما تصير مشاركه عالم كله، شاركت هناك قارب اكثر من 47 دوله شاركت بهاي البطوله، والحمد لله اشكر الله وفقنا ووفق الابطال هاي الموجوده العراقيين انه ياخذون هاي المراكز المتقدمه. انا من الناس، انا عمري 42 سنه شاركت بطوله الماستر اللي هي 35 سنه فما فوق، والحمد لله اشكر الله وفقني واخذت المركز الاول بها على العالم. على مستوى اللاعبين الذين حققوا هذا الانجاز الكبير وهذه الاوسمه المهمه للعراق على العالم، نسمع هذه اللقاءات معهم ونتابع تصريحاتهم. كابتن ابراهيم جاسم، مبارك لكم الفوز هذا، لو تحدثنا عن النزالات اللي خضتها والبطوله بصوره عامه، بطوله العالم في تايلاند. الله يبارك بك. اسم ابراهيم جاسم كاظم، لاعب منتخب وطني ولاعب نادي البيئة، حصلت على المركز الاول على كيلو على 70 كيلوغرام. كان البطوله جدا قويه والحمد لله، البطوله بفضل الله سبحانه وتعالى اخذنا المركز الاول فرقيا وانا على وزن 70 كيلوغرام. البطوله كان اول نزال مع اللاعب الارميني، والنزال الثاني مع اللاعب الايراني، والثالث مع ايران اكيد، والاخير مع اللاعب العراقي سعد وياي. شو طالبون اليوم المسؤولين بالرياضه؟ والله طالب بالمسؤولين الرياضه الاهتمام بالرياضه الفرديه، لان يجيبون جزاني هالمره الثانيه نجيب على العالم، وان شاء الله بعون الله حافظ على هذا الانجاز العالمي بعون الله. كابتن محمد، لو تحدثنا عن مشاركتهم في بطوله العالم في تايلاند والانجاز اللي جبته المركز الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر قناة الشرقية على هذا التغطية. بالنسبة للبطولة كانت بطولة كلش قوية، ومشاركة تقريبا 47 دولة من مختلف الدول، عرب وأجانب، والحمد لله والشكر حققت مركز الأول بفئة الماستر وزن 75 كيلوغرام، والحمد لله والشكر على هذا الإنجاز، وهذا قدم الإنجاز إلى الشعب العراقي وإلى العراق، والحمد لله الذي يعني خلانا بهالمكانة هذه، ودعم أستاذ عمار رئيس اتحاد المركزي كيكشنغاي. وكانت طبعا بطولة قوية جدا من مختلف الدول مشاركة. شو تطالبون اليوم بعد هاي الانجازات للالعاب الفرديه بصوره عامه؟ والله نطالب يعني شويه من وزاره الشباب اللجنه الاولمبيه بدعمهم للفرق وللانديه واللعبات الفرديه خصوصا، لان تقريبا يعني انجازات وذهبيات وفضيات يجيبون كثير من خلال مشاركتهم بالبطولات العالميه والعربيه، فنرجو من عندهم التفاته بسيطه حتى هذا الانجاز يتطور اكثر فاكثر فاكثر. نرجع إلى بغداد، وهالمرة يعني ينضم لنا واحد من الصحفيين الرائعين اللي دائما يشرفونا ولهم حضور مميز باللاعب 12 بالشرقية، زميلنا حيدر العتابي الصحفي الرياضي حقيقة المتخصص بالألعاب الفردية وبالألعاب الفنون القتالية. حيدر دائما يعني مرحبا بك دائما بالشرقية وباللاعب 12. انجاز الكيكوشينغاي انجاز كبير بكل معنى الكلمه، ولاعبينا ابطال، اتحادنا بطل، بالاضافه الى باقي الالعاب المنسيه. حقيقه واجبنا كاعلام حتى نقول للناس وللمسؤولين بالوزاره وبالاولمبيه انه يا ناس يا عالم اكو ابطال يحققون انجاز وما حد يباوع عليهم ولا احد ينطيهم على قدر ما يحققوا. حيدر تسمعني؟ الله يسلمك وهذه القناه الشرقيه، وشكرا لك جميع المذيع استاذ زيران على متابعتك لمواقفك الاحداث وهذه ليست كامله، والجميع يعلم مدى اهتمام القناه الشرقيه بجميع قواتها في مختلف الرياضات والفنون القتاليه. حقيقه الانجاز الذي تحققه لكيكوشينغاي هو انجاز كبير، ليس على مستوى الشخصي وانما على مستوى الشخصي الاتحاد، انما على مستوى الرياضه العراقيه بصوره عامه. الكيكوشينغاي حقق ما لم يحققه اغلب الاتحادات رغم ميزانيات الغاليه
التي توفرت لديهم، وبميزانيات بسيطة تمكن أبطال العراق وأبطال آسيا وأبطال العالم من لاعبي منتخبنا الوطني كيكو شنغاي برئاسة الكابتن شو عمر عدنان وغيب بتحقيق المركز الأول فرقيا في بطولة العالم التي جرت مؤخرا في المملكة الثالثة بمشاركة 47 دولة، استطاعوا أن يحصلوا على 13 ميدالية في الترنيب وأربع أبطال ثلاث ميداليات برونزيه. واجب هناك اعلام، يجب ان نهتم بهذه الالعاب، يجب ان نقدم مدربيها ولاعبيها وجميع الكوادر التابعه لها وسائل الاعلام نظام بصوره لائقه لكي يعرف العالم العربي والعالم اجمع بان هناك ابطال وهناك مدربين عاملين يجب الاهتمام بهم. واعتقد هؤلاء الابطال لو كانوا في غير لعبه، لو كان تحديدا في لعبه رمضانيه لكان وضعهم يختلف. جريء على مشاهده وسخ من الابطال العالم، وكانت حقيقه كان شرف لنا بحضور قناه الشرقيه وعند وصول الابطال. لم يكلف حدث لا وزير الوطنيه العراقيه ولا وزاره الشباب والرياضه نفسه باستقبال هؤلاء الابطال وتقديم تبريكات لهم الا عن طريق امور شخصيه وكيل وزارة البيئة. نعم. أعتقد بعد اتصال شخصي مع الأستاذ حيدر طياب نائب رئيس الهيئة الإدارية كان هناك. فيا أستاذ العزيز، كيف يتم تسليط الضوء على هذا الفن وما حاصلين على أكبر إنجاز عالمي، بطولة عالم وليس بطولة محلية ولا بطولة قارية ولا بطولة دولية، بطولة العالم ولم يكن هناك لهم استقرار رسمي، فكيف يجب أن يكون الاهتمام من هؤلاء الأبطال؟ طيب، سيد حيدر، تشوف غياب المسؤولين بالأولمبية وبالوزارة عن متابعة كل الألعاب الفردية وعن النجاحات اللي تحققها، يعني هل هم فعلا معذورين غياب الأموال، غياب الموازنات عنهم وبالتالي غيابها عن الاتحادات يؤثر بشكل أكبر، أم أنه يعني التغييب متعمد لأنه هذه اللعبة غير جماهيرية ولا تحظى بحب الناس ومتابعة الجماهير؟ بالتاكيد هو السبب الثاني هو العام على سقف اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه، كما قلت لك يا زميلي الغالي، لو كانت هذه احدى الالعاب الاولمبيه او بالاحرى كانت تلك الالعاب يسن عليها اعضاء المكتب التنفيذي لكان حالهم يختلف عن هذا الحال. اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه اعتقد يعني شفقوا ان كانت حاضره في استقبال عدد الرياضات، لكن ايضا كانت عن طريق العلاقات الخاصه كما حدث المسؤولين غايبين. سيد حيدر، يعني برايك المسؤولين غايبين لان هذه اللعبه ما بها صوت بالانتخابات؟ بالتاكيد هذا الموضوع الاهم، لو كان هناك صوت مؤثر لدى الاتحاد العراقي المركزي في كشكاي او بعض او جميع الاتحادات الغير اولمبيه لكان الحال مختلف، لو وجدت حضورهم ودعمهم وتشجيعهم ومباركتهم وربما تكريمهم، واقولها بكل امانه وصراحه لا اريد ان اتذكر احد مجال الوطن العراقي، لكن لو كان الكابتن معك حمودي موجود ايضا لكان كان عبر اتصالها الشخصيه لكان حاضرا، ولكن مع الاسف الشديد لم يذهب وتصح فيه مع الوفد العراقي في بطوله العالم، وهذا بسبب الجميع اعلم بسبب خلافات بين اتحاد الصحافه الرياضيه او تقشف كما يدعونه الوطن الوطنيه العراقيه. اقصد من الكلام اكثر من رساله واكثر من خبر واكثر من معلومات استطعنا بجهد شخصي ان نحصل عليها من بطوله العالم ومن عطاها جميع وسائل الاعلام. وقت صحيح اقول لو كان هذا الاتحاد مؤشر كصوت سريع عام لكان حاله كثيرة. السيد حيدر العتابي، كل الشكر لك زميلنا الصحفي الرياضي، كل الشكر لتواجدك ويانا دائما باللاعب 12 بالشرقيه، مجموعه اخرى من اللاعبين، مجموعه اخرى واخيره خلينا ناخذهم في راس دقيقتين ونتابع رايهم وبعدين نرجع لكم. لو تحدثنا عن مشاركتك في بطوله العالم للكيكو شينغاي، المركز اللي احرزته والنزالات اللي خضتها. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا شاركنا بطولة العالم من بين 47 دولة من كل بلدان العالم، وكانت بالظروف يعني مرينا بها ظروف صعبة وبالذات البلد اللي انت هسه تشوف الاوضاع، والحمد لله والشكر قدرنا ان نحصل مراكز، واني طبعا لعبت اربع نزالات ويا افغانستان واذربيجان وتايلند والهند همينه، واخر نزال ويا لبنان، والحمد لله حصلت المركز الثاني فرقي على الوزن 65. حرزت المركز الاول في الكاتا القتال الوهمي، وكانت نزالاتي مع تايلندي وايراني ولبناني،
اليوم الحمد لله توفقت عليهم بنجاح وانا المركز الاول اخذت. اليوم شو تطالبون للمسؤولين بالنسبه للالعاب الفرديه وهي تحقق انجازات كبيره؟ والله صراحه اكيد الدعم، يعني الدعم والدعم المادي بالمركز الاول، لان الدعم اللاعب اذا يتعب وده يجيب مركز ومن ما يلقى شيء يتاثر، وهم اكثر شيء دعمهم بالالعاب الجماعيه مثل كره القدم وغيرها، وانت تلاحظ يعني اكثر من رياضه هي الفنون القتاليه مثل الالعاب الفرديه هي اللي تجيب المراكز للبلد، يعني طالب بدعم. أصدقائي كل الخير إن شاء الله لكل رياضاتنا العراقية. حلقة اليوم انتهت، بكرة إن شاء الله نلتقي بنفس الموعد دائما للعب 12 عبر الشرقية من الأحد إلى الخميس. إلى اللقاء.